اليوم بودي شاف ماشا يا حرام رايحة عينها، وأول ما إجا لحتى يصلح الموضوع قالت له إنه هذاك الشاب هو اللي عمل فيه هيك. فهم بودي قرر إنه هون يروح يضربه، وبالفعل ضربه. فهم ماشا قعدت تتمشى على حالها، وبالفعل سرقوا لها البطاطا يا حرام. وكل ما كانت تروح تيجي تلعب فوتبول مع الأولاد، لا اطلع من هون روح من هون، يتنمروا عليها كلهم. لحدت ما هون راحت وضاعت، بلشت أنا وأبوها وكل الشباب يدوروا عليها، لكن بوقتها هون صار شيء. تابع الفيديو الأخير لحتى تعرف شو صار. ماشا مين عمل فيك هيك؟ ما رح اقول لك يا بني، ما رح اقول لك. عم اقول لك مين في عمل فيك هيك، ما رح تخبريني يعني؟ يا الله، اكيد هذا الشاب الصغير رايح لعنده. عشان هديك البنت اللي اسمها ماشا؟ انا زعلت منه يا بودي. ماشا ماشا، ضربت لك اياه لهذا الولد الصغير اللي عمل فيك هيك بعينك. يا بودي ما هذا هو. ما هو اللي عمل فيك هيك، لكن مين؟ انا مريضة وطلعت لي هاي. انت مريضة يا ماشا وطلعت لك هاي بعينك؟ عشان هيك حزينة. يا الله شو لازم نعمل؟ طب لحظة أنا رح أروح أجيب لك دواء لهاي العين وأرجع. أوكي؟ أوكي يلا. وأنا هلأ لازم أتنمر عماشا، إسا بتشوف يا بودي. يا معنعورة يا معنعورة. يا ماشا. شو؟ ليك عم تضحك علي؟ أنا مريضة. إيه مريضة ولا مش مريضة؟ أنت كتير سيئة ولا أنا لازم أتنمر عليك؟ خلاص اتركني بحالي من شان الله. ما رح اتركك، رح اخلي كل اصحابي انه يتنمروا على عينك. شو؟ لا ما تعملها ما تعملها، ما تكون سيء. انت اللي بلشت انت وبودي، وايش بورجيك انت وياه؟ اسمع اسمع يا رفقاتي، نحن لازم نتنمر على بودي وماشا. شو عم تحكي؟ نحن معك رح نضلنا معك. صحيح صحيح، ليك وياه هي قاعده هناك بالزاويه، يلا روح تنمر عليها. يلا يلا اروح اروح لحالي انا وجنى. بطاطا كتير طيب. اسمع اسمع هيا ماشا عم تاكل بطاطا. اسمعي شو رايك نسرقها؟ عن جد فكرة كتير رهيبة يا جنى. طبعا طبعا انا كتير شريرة اليوم. طبعا حكي كتير، رح اخذ البطاطا وسرقيها. يلا اوكي اوكي. والله بحب كتير البطاطا انا، بس بيقولوا انه مضر. يا الله مبين عليها جنى قوية، اكيد رح تسرق البطاطا. لا يا الله غطت البطاطا. اسمعي سرقت لنا البطاطا. برافو عليك عن جد انك كفو. يلا خلينا ناكل انا وياك. يا الله اخذوا البطاطا، وانا كنت كتير كتير جعانه وماما اعطتني مصاري عشان اشتري فيهن، وهني اخذوا لي البطاطا. شو بدي اعمل يا الله؟ عشان انسى الجوع لازم اروح العب بالطابي. ها هيونك شباب وعم بلعبوا بالطابي، لازم اروح العب معهم. لهون 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 لهون. لو سمحتوا فيني العب معاكم؟ ها انت بنت عارة بتخوفي كتير، ممنوع تلعبي معنا. استنمرت علي يا خالو احمد. عن جد عم تحكي؟ ماشا بتعمل هيك؟ انا ما بتوقع. بس انا ما عملت شيء مثل هيك، هو عم بكذب. فيكم تلعبوني معكم؟ لا مستحيل، ممكن تعدينا. بعد عني شريرة. يلا من هون خلينا نلعب. انا زعلاني منكم، عاش اجي العب معكم. احمد احمد انا شفت العالم كله عم بتنمر على بنتك، شفت بديني. شو عم تحكي؟ ايه وقف رأي الزبط، ظبط حالك هيك شايفني منيح؟ شفتم بعيوني عم بتنمروا. ولك شو شو عم تحكي انت؟ ولك انا خليتها مع بودي؟ وين راح هذا؟ يلا خليني الحقه. وينه؟ ولك يا بودي ولك انا تركت ماشا معك، وينها؟ ولك اسمع تعرف شو صار معي؟ عشان عينها لانه مريضه رحت جبت لها دواء بس ما لقيته. كيف ما لقيته؟ ولك كل العالم عم بتنمروا عليها علشان عيونها هيك. لازم نحل الموضوع، لازم نحل الموضوع. اسمع انا سمعت انه خالو احمد يلي واقف هنيك كان عم يحكي هالشي، تعال نشوف شو ماله. تعال. ولك خالو احمد
انا ليش هيك؟ لا 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 تضربه لا تضربه لا تضربه لك لا تضربه. اسمع بودي قول له بودي قول له ليش هيك عم تحكي ماشا؟ يا بودي احميني احميني لانه هاي مش ماشا حقيقيه، هاي ماشا مزيفه. ولك شو ماشا مزيفه مو مزيفه؟ لك هاي ماشا الحقيقيه بس يا حرام يا حرام مريضه. اه عن جد عم تحكي؟ ولك ايه ايه زي ما عم بحكيك، لازم نروح ندور عليها ونرضيها كمان. يلا امشوا بلا حكي كترة حكي، امشوا ندور عليها. هي تماشا، انا بفرجيك هي ماشا. اوي راسي والله لا الا بابا. الله لازم انه الاقي بابا. وين بابا؟ في ناس كتير قاعده عم تتمسخر علي. مش انت فروزن؟ لك مين فروزن؟ انا مش فروزن الشريره، انا ماشا الحلوه. لا انت مش ماشا ولا فروزن، انتو الساحرة الشقراء. شو؟ مين هاي الساحرة الشقراء؟ انا ما بعرفها. ما بعرف، شايفكو كتار. خلص حل عني يا زلمي، شو انا ناقصني؟ شايفني عايفة انت متراني. اه؟ من هدول المجموعة اللي مرقوه؟ ولك وقف وقف يا رجل وقف. لك اسمع، لك صرنا ساعة نحن عم نركض وعم ندور على ماشا وما عم نلاقيها بالمرة، وانا عندي الحل، انت ابصر شمالك معفن. المهم ركز معي، انت بتروح هذيك الاتجاه وانت بتروح هذيك الاتجاه وانا بحكي لك معه برجع رجوع. طيب شو رايك؟ يلا يلا منيحه حطها منيحه حطها منيحه. يلا روح يلا يلا يلا. شوف هذا المكان الخطير، شو هاي الغابه هاي؟ معقول معقول هون فاتت فاتت ماشي على هاي الغابه عشانها حزينه وحابه تكون لحالها؟ افوت ادور عليها. وين وين راحت؟ وين بدي الاقيها؟ هذا المكان بكحط. يا الله في كلاب كتار هون، وانا بخاف عليها من الكلاب وهي بتخاف من الكلاب كتير. اهرب من الكلاب انا احسن لي ولا لا؟ لازم لازم ادور عليها، لازم احمل حجار واروح ارمي على الكلاب حجار عشان يهربوا. آه. يا الله لفوني وين راحت ماشا؟ وينك يا ماشا؟ معقولة تحت هدول؟ ماشا ماشا وين راحت هاي؟ الجبل؟ معقولة ورا الجبل؟ أكيد هلأ ما راح يكمشوني، بس لازم ألاقيها لازم ألاقيها. أبصر معقول يكون بودي لقاها؟ يا رب يكون لقاها. يا الله وين ماشا؟ ماشا معقولة فاتت لهون؟ أنا مش عارف. تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا شوفوا في ملعب، في ملعب فوتبول جوا وفي اشياء غريبه. معقوله هي جوا؟ انا مش عارف، لازم اطلع هون، لازم اطلع لازم انه اطلع لازم اطلع. كهربا، ما بعرف شو صار فيني. اكيد ماشي بهذاك الاتجاه. دورت بالجبل كله وما لقيتها. وين معقوله تكون راحت؟ معقولة راحت على الصحراء لهناك؟ خليني أروح أشوف، خليني أشوف ماشا إذا كبت حالة بالزبالة. وين راحت؟ اسمع حسن حسن، شفت لي وينها ماشا؟ أنا أصلاً عم بدور عليها بالزبالة بس ما لقيتها. جد عم تحكي؟ ونحن كمان عم ندور عليها. يا الله اسمع اسمع، بس أنا شفت مجموعة فروزن ومجموعة من الساحرة الشقراء. شو؟ ولك يا غبي، لك هاي ماشا، لك لوين بأي اتجاه راحت؟ راحت هيك. شو؟ يا ريتني ما سألته. خل من هون. يا الله كله قاعد عم بتنمر علي من السبب هاي، شو بدي اعمل انا؟ يا الله بعدين وين ماما بابا وبودي؟ وافي وافي ماشا صار لي ساعة عم دور عليك. وانا يا بودي كنت كتير كتير زعلانة عشان تركتني لحالي. اسمعي انا صار لي ساعة عم دور على الضوا وما لقيته ومش عارف شو لازم اعمل. ما بأثر يا بودي ما بأثر، بس انت ساعدني لانه كل المتنمرين عم بتنمروا علي. شو عم تحكي؟ اسمع ماشا انا رح انتقم لك منهم. تعالي هذا حني يا بودي. شو عم تحكي؟ خلاص انا عندي الموضوع وراح احكي لك اياهم. اسمعي يا بنت، اسمعي يا ولد، اسمعي يا جنى، اسمعوا، انتوا ما بتعرفوا انه هذا الشيء اللي انتوا عملتوه غلط بغلط؟ لا مش غلط، لانه هي بتتنمر علينا،
شو عم تحكي؟ لحظة أسألها، صحيح هذا الحكي؟ لا يا بودي مش صحيح هذا الحكي. طيب اسمع عليك، ركز معي، أنا ما راح أهتم بالحكي اللي إلك والحكي اللي إله، بس حابب إنه أقول لكم شغلة، أنتوا هذا الشيء اللي أنتوا عملتوه غلط بغلط، ونحن لازم دائما نتسامح مع بعض وأبداً ما لازم نتنمر على بعض. عن جد إنك إنسان منيح، والله كفو. صحيح صحيح. يلا اسمعوا يا بنات، اسمعوا، يلا أعبطوا بعض وحبوا بعض. سامحينا يا ماشا.